مريض سرطان الصعيد، قد إيه علاج المرض ده بيبقى صعب عليه وعلى اللي حواليه. الحمد لله بفضل ربنا ثم تبرعاتكم خلصنا وشغلنا المرحلة الأولى والتانية من مستشفى الصعيد للسرطان، مستشفى شفا الأرمان، في 21 شهر بس، وبنعالج المرضى. وكمان بدأنا في بناء وتأسيس المرحلة الثالثة، وعشان نقدر نخفف على مريض سرطان الصعيد معاناته وعشان نقدر نكمل محتاجين دعمكم وتبرعاتكم علشان صعيد بلا سرطان. شارك بسهم الشفا في زكاة أو صدقة أو صدقة جارية، سهم الإطعام 60 جنيه، سهم تأسيس المرحلة الثالثة 100 جنيه، سهم إقامة الغرفة وعلاج اليوم الواحد 200 جنيه، سهم العلاج الإشعاعي 250 جنيه، سهم العلاج الكيماوي 500 جنيه. شارك بسهم واحد أو أكتر أو باللي تقدر عليه. مستشفى شفا الأرمان، صعيد بلا سرطان إن شاء الله. اتبرع واتصل دلوقتي على 19 455 يصلك مندوبنا لحد باب البيت.